هل تستطيع أن تتخيل شكل العالم إن نزع منه الرفق؟ السينما العالمية حاولت ذلك عدة مرات، وفي أحد الأفلام حاولت السينما أن تصور لنا كيف يمكن أن يبدو العالم بغير رفق عندما يغيب القانون. في الفيلم يتفق البشر على أن في ليلة واحدة يصبح الممنوع كل الممنوع مباحا لمدة 12 ساعة في السنة. ماذا يمكن أن يفعل البشر؟ ليلة لم يعد فيها أمان لأحد، لأن الكل قرر حين غاب القانون أن يغيب كل قيمة سوية. لكن حتى في الفيلم وحتى في أسوأ لحظات البشر في السينما لم يستطع الخيال أن يغيب الرفق طويلة. في النهاية كان لابد للرفق أن يظهر ويسود ليستمر العالم في الوجود.